أن تركيا تعتزم إصلاح علاقاتها المتوترة مع السعودية، ويأتي هذا الإعلان في ظل حديث عن لقاء قد يجمع وزيري خارجية البلدين في النيجر على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وفي وقت سابق ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هذا الاجتماع خلال الاتصال الهاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قبل قمة العشرين التي استضافتها السعودية. معنا من جدة الآن المحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي. أهلا بك دكتور. إذا هناك من يقرأ مؤشرات عن تقارب سعودي تركي منذ ما قبل قمة العشرين، هل توافق على هذا؟ طبعا كل شيء جائز، يعني احنا في النهاية دولتين إسلاميتين مسلمتين في منطقة الشرق الأوسط تربطنا أواصر ووشائج قوية تاريخية واجتماعية واقتصادية من كل ناحية، ولذلك لا أستغرب ذلك. طبعا هناك كانت فترة جفاء وخلاف بسبب مواقف تركية، يعني مالت إلى جانب بعض أعدائنا مثل إيران، وأيضا يعني وقفت مع جماعات نعتبرها احنا جماعات إرهابية مثل الأخوان المسلمين واستضافتهم. أيضا كانت هناك تصريحات عدوانية في المترة الماضية تجاه السعودية وتدخل في شؤونها الداخلية، يعني كل هذا لا يعني في فترة اغتيال خاشقجي أليس كذلك؟ لا قبل ذلك، يعني هي لها علاقة أكثر بالربيع العربي واتفاق تركيا مع إدارة أوباما في ذلك الوقت على تبني جماعة الأخوان المسلمين لقيادة العالم العربي في المرحلة الجديدة. يعني العملية احنا نتكلم منذ العام 2011. نعم، ولكن ملف خاشقجي لا يزال مفتوحا من وجهة نظر تركيا. هذه هي المشكلة التي لا يمكن أن نقول عنها أنها موقف قديم. لا، هذا موقف من ضمن المواقف، يعني وليس موقفا قديما، في 2018، ولكن أنا أتكلم عن 2011. يعني تبني تركيا لجماعة الأخوان المسلمين ومحاولات قلب الأنظمة والحكم في العالم العربي كله. طيب يعني قائمة طويلة دكتور، إذا من نعم بالضبط، يعني مواطن الخلاف، ما الذي تغير إذا؟ لماذا يحدث تقارب الآن؟ هذا السؤال يوجه إلى تركيا. هناك من يقول أنه مجيء جو بايدن بمواقفه المعلنة تجاه تركيا دعاها إلى التقرب أو حل خلافاتها في المحيط العربي. تركيا بالمناسبة ليست خلافاتها مع السعودية فقط، هي خلافاتها مع الدول العربية، وكانت الجامعة العربية أصدرت في أكثر من موقف تنديدا بتدخلات تركيا في سوريا، في ليبيا، في العراق، في دول يعني عربية، فحتى في لبنان، في الصومال، في كل مكان. يعني تركيا كان لها يد في الفترة الماضية. إذا تقصد أن قدوم بايدن وقد يعني الدولتان لنقل تركيا والسعودية كانتا على علاقة طيبة جدا بالإدارة الأمريكية التي هي تستعد للمغادرة، وهناك النقيض هذا أو نوع من التوجس من بايدن في كل من الرياض وأنقرة، أليس كذلك؟ أنا بتكلم عن أنقرة، لأن أنا أريدك أن تتحدث عن الرياض وأنت معنا من جدة يا دكتور. نعم، لأن أنا برد على كلامك لما تقول لي أنا قلت أنه توجس البلدين، أنا قلت توجس تركيا، لم أقل توجس السعودية. طب حدثني عن السعودية. السعودية على علاقة جيدة بكل الإدارات الأمريكية، سواء كانت إدارات ديمقراطية أو جمهورية. نحن علاقتنا بالحكومة القائمة بغض النظر عمن يكون الرئيس. صحيح أن بعض الرؤساء أكثر يعني أقوى في توجهاتهم خاصة ضد أعدائنا كإيران، وهناك إدارات لا تميل إلى أخذ موقف حازم من إيران، وهنا تكمن الخلافات. ولكن ما عدا ذلك العلاقات الاقتصادية، التجارية، الأمنية، الاستراتيجية بكل يعني أنواعها وأطيافها علاقات ممتازة. طيب يعني إلى أي مدى سيصل هذا التقارب في تصورك؟ يعني وأين يضع حليفين هامين للرياض؟ نتحدث عن الإمارات ومصر، ولديهما مشكلات حقيقية مع تركيا. يعني تركيا إذا أرادت أن تقيم علاقة جيدة مع دول عربية لا تأخذها مفردة، يعني تأخذ السعودية وحدها والإمارات وحدها ومصر، يجب أن تتعامل مع المواقف الدول العربية منها بشكل جمعي. نحن لن نتخلى عن سوريا، لن نتخلى عن العراق، لن نتخلى عن ليبيا لمجرد أن هناك يعني توجه إيجابي تجاه المملكة العربية السعودية. لذلك
إذا كانت تريد علاقات يعني ممتازة مع المملكة العربية السعودية كقائدة ورائدة في العالم العربي، فعليها أن تحل أيضا مشكلاتها مع الدول العربية الأخرى. شكرا جزيلا للدكتور خالد بطرفي من جدة. في الولايات